عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. السلام على آباء الشهداء وعلى أمهات الشهداء وأهالي المعتقلين جميعا. وطن تحار به جميع الأسئلة، وبظلمه ضربت عليه الأمثلة، جعل الخشوع بنا لعذر ألائه، فلكل رزق فيه تعلى الحوقلة. نسري ومن فرط التخوف لا نعي، ونرتل القرآن قبل البسملة، وإلا فتحناه لنقرأ سورة صفحات قلبت لنا للزلزلة، وجوهنا آيات حزن نزلت، ومن الثكالى بالعنين مرتلة. وطن يرى العيش الرغيد مهانة، ويرى الكرامة بالأسى والبهدلة. وطن يحاصرنا بكل جهاته، ويريد ألسنة الجميع مكبلة. نبنو إلى الموت المخيف بفزعة، وكأننا نرمى بشفرة مفصلة، ونعيش في كل الدهور حكاية، كل الفصول بها تشير لبلورة، ونقصها للطفل قبل منامه، فينام منتظرا لصرخة معولة، فنقول للطفل العجوز زماننا قاس بنا وعليك تتقبل. قد نستحي منه ليأس قلوبنا، أسبابنا ليست لديه معللة، ماذا نقول وما نحاور يا ترى، وجميع أفواه التحاور مقفلة. نرمي السبيل إلى الضياء بحيرة، فنسير بالأخوات حتى نجهل، ويظن جرح القهر من عثراته، وقلوبنا نحو المسير مضللة، وجراحنا ظلت تؤرخ نفسها، فجراحنا طفية متكربلة. فلنا وواقعة الكفوف علاقة، ولنا نشاغس بالآراء مجدلة، ويزيد عاد إلى الحسين معاديا، وتكررت فينا مصائب مكبلة، والسبط منا قد أعاد جراحه، وطن رآه حسيننا وتأمل. فبكوفة البحرين نغدر بالأذى، ولذبحنا مأمورة ومخولة، فأتى لنا عمر بن سعد ناويا ذبح الكرامة والظلام تخللة، فرأى الإباء بنا وحرض جيشه ليبيد قوتنا بأسهم حرملة. ذبح الكرامة والظلام تخلل، فرأى الإباء بنا وحرض جيشه ليبيد قوتنا بأسهم حرملة، وأصاب بالسهم المثلث منحرا، أدمى القلوب وطفلنا ما أجمل، وتكربلت نبضاتنا وتحيرت مثل الحسين، فلا حمل ومعين له، وجثى على صدر الكرامة ظالم، لم ندر من ذا للخلائق أرسله، كالشمر داس على المطالب عامدا، قد أتقن الدور اللعين ومثله. ذبح التآخي بالضغائن حاقدا، وبلاؤه فينا بجور أنزله، ونساؤنا and
محطتكم دمي في من ذكرى في من
معكم يلا خبروني صحيح اللي وصل مسيرات الوطن قلت صحيح الجمعة مو الأول والجمعات انفلت هذا يعارض الثاني وثاني يعارض الأول هذا يقبل بإصحاب وهذا صلاح ما يقبل وناس تريد مصالحها ولا تراعي ولا تخجل وسجين مثلنا يعاني يعني رجعنا حق تحسبنا ورجعنا حق تحيزنا بعدنا نجهل الإنسان هو ويانا لو ضدنا صحيح اللي سمعوني أرجوكم تحاجوني عنكم بالله خبروني وإذا غلطان علموني يقولون إن في الوقفات الحرام إن اللي يطلعون أطفال صحيح اللي يقولونه صحيح اللي ينكرونه قولوا قروا عيوني إذا صح اللي خبروني يعلم البار في عوني أرجو اللي وصل حقي خطأ هذا الحكي كله وأرجوك الخبر قالوه وهو انتو خبروني وشهيد انا يسموني وكل الناس يعرفوني انا الكان النصر حلمي وباين نور بعيوني ورسالة بس اوجهها بحبر دمي ابرسلها اخاطب قاتلي بكلمات واختم قصتي كلها يا ولو قل الشعب فقرة لأن كلنا بخطى الكرار وابن المنهشم صدرة ودام احنا بخطاه نسير لابد تنجح الثورة جاي اليوم وذكروني وظننكم عرفتوني أعرفكم على نفسي فخر كل حاضر وأمسي مت بس منطفى حسي وشهيد انا يسموني وكل الناس يعرفوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.